بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله حكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. وهو الغفور الرحيم.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
يصومون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا
خاسرين ولكل
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء فلما قضي ولوا إلى
يهلك إلا القوم الفاسقون.
فاسقون.